الحلقة اليوم تحمل عنوان كما في السماء كذلك ما بعد الانفجار. كان يمكن صار لي حول الساعة مش أكثر تارك مستشفى الروم وطلعت على البيت. زمطت يعني؟ ما بحب أقول زمطت لأنه هالكلمة بحسها تقيلة لغيري. بتذكر الحادثة يعني كأنه شي 7 ساعات، هنا يمكن شي 10 ثواني. فكرت أختي ماتت لأنه فكرت أنه أنا صرت عندها، فهول الدمات من مين؟ رحت على المستشفى وهوني كان أكيد شوك، يعني كان الوضع بخوف، ما كان في مستشفى بقى. يعني أنا من الأشخاص اللي بلحظتها قلت يا رب بليز بدي أطلع برات هالغرفة، ما بقى قادر أتنفس من ريحة الدم. حسيت بهوى الانفجار، ما توقعت اللي شفته، يعني كنت قايلة إنه في عالم في جرحى بس ما شفت هيك، يعني ما تخيلت إنه رح شوف هالشي. يعني الشخص اللي فقد حدا يوصل أيام لمرحلة من الحزن، هالإيمان تبعه مزعزع. أنا إذا التقيت بيسوع اليوم أول شيء بدي أتشكره وبسأله ليه هالقد، شو عاملين نحن لهالقد عم نحمل. مهم تكون مسيحي اليوم ورا كل انفجار. قديش مهم نعرف إنه الله يلاقي أشخاص يلمسلن قلبن ومن خلالن يقدر يفيد على البشرية لمسة حنان، لمسة رحمة، لمسة محبة. مهم تكون مسيحي على سات 7 بالأوقات التالية.